بدأت معنا المجالس بتوفيق الله وفضله على محبة الله وما يقربنا إليها. وكل المجالس التي بدأت والتي ستأتي من بعد كلها تدور حول قطب هذه الجلسة، فهذه الجلسة قطب الطاعات وقطب العبادات، يعني التي عليها تدور كل العبادات والطاعات والإيمان، هي محبة الله جل وعلا. كل عبادة العباد وطاعة الطائعين وذكر الذاكرين وخشية الخاشعين كلها من أجل محبة الله والتقرب إليه. فمن أدرك محبة الله فقد أدرك سر الوجود كله، ومن فاتته محبة الله فاته كل خير في الدنيا وفي الدار الآخرة، لأن حب الله عز وجل أسمى وأكرم نعمة الله تعالى ينعم بها على عباده. أعظم نعمة إلهية يتجلى الله بها على عبده أن يرزقه محبته، لأن في هذه المحبة ترتبط وتحيا القلوب والعقول والحياة، فكل الحياة مرتبطة بهذا الحب، ولولاه لما وجد رباط بين الوجود كله، كل الوجود من عرشه إلى فرشه كله ارتبط بحرفين الحب. فما من السماء ملك ولا مخلوق ولا من الأرض موجود إلا وهو يحب الله جل وعلا. فبحب الله يعمر الكون، وبحب الله يرتقي العبد إلى مقامات الفضائل والكمال. ولو فتشنا في العبادات والطاعات لما وجدنا طاعة ولا عبادة ألذ من محبة الله، فهي ألذ العبادات وألذ الطاعات، لأن الطاعات يشعر الإنسان فيها بالألم والوجع، أما الحب فهو الذي ينسي الإنسان كل الآلام والأوجاع والأسقام. فبحب الحبيب لمن يحب ينسى كل آلامه، السبب لأنه اتصال روحي وذوقه سري، السر هو الذي يذوق هذه الحلاوة، فمن كان له هذه الحلاوة ذاق بسره معناها وحلاوتها، ومن لم يدرك هذه الطاعة أو هذه المحبة لا يزال على شاطئ الاسم يدور، اسمه محب، لكن هل تحقق الحب؟ الحب عندما تنسى كل وجودك في حب حبيبك، فإذا نسيت وجودك في حب حبيبك فأنت بدأت بطريق الحب.